بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل متابعين القناه، يا رب تكونوا بخير. بعد طبعا اطول فتره انقطاع عن يوتيوب، وده طبعا بسبب ضغوطات وبسبب طبعا ظروف، ولكن طبعا النهارده حبيت ارجع مع طلاب الصف الثالث الاعدادي طبعا، وهشرح طبعا مراجعه مهمه جدا ليهم، مراجعه طبعا سريعه على المنهج بتاعهم. وحابب طبعا انوه على حاجه مهمه جدا، ان المراجعه دي ما تعتبرش للناس اللي لسه بتبدا، وعموما انا شارح يا شطار مش للناس اللي لسه بتبدا، يعني مش انت لسه بتبدا تتعرف على القاعده فانا هشرح لك، لا. الشرح طبعا بيكون شوية كده جزئيات احنا بنتكلم فيها للناس اللي هي ممكن تكون مش فاهمة شوية حاجات بسيطة، او عايزة تتعامل مع السؤال ازاي، او تفهم السؤال ازاي. المهم طبعا النهاردة هيكون الفيديو رقم واحد في المراجعات، ولو انت مش مشترك في القناة فحاول تشترك في القناة عشان خاطر توصل لك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، لان هتكون مهمة جدا، لان هنطبق فيها اغلب الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة ان شاء الله. ويا ريت طبعا ان امكن تعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي استفسار او اي اضافة او اي سؤال طبعا عايز تسال عليه وعايز تشوفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، فريد طبعا تكتب لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هحاول اخد بالي وانا بعمل الفيديو اللي جاي. هتكلم معاكم النهارده طبعا بشكل سريع، واسف طبعا لو بقول بشكل سريع، لان طبعا انا مضطر ان انا اعدي على المنهج كله او ان انا الم المنهج كله في شويه نقاط، ولكن طبعا عندي وقت محدد انا لازم اتكلم فيه، لان اغلب الناس طبعا مع طول الفيديو يا اما العقل طبعا بيسرح يا اما انت مش بتقدر تكمل الفيديو للاخر. ولكن طبعا انا النهارده ان شاء الله هتكلم بشكل سريع، وعذرا طبعا لو انا بقول لك بتكلم بشكل سريع، فعشان كده يا ريت تتابع معايا الفيديو طبعا للاخر، ويا ريت ان امكن يكون معاك ورقه وقلم عشان تقدر تكتب النوتس اللي انا هتكلم عليها ان شاء الله، لان النوتس دي هتكون مهمه جدا ان شاء الله. ويا ريت تتابع الشروحات الجايه، لان انا هتكلم برضو فيها، وحاول كل اللي انا شرحته النهارده احاول يكون بشكل تطبيق عملي ان شاء الله معاك في شويه تمارين او اكسرسايزز. فيا ريت تاخد بالك معايا في الفيديوهات اللي جايه، والفيديو ده ان شاء الله أسيبكم مع الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة طبعا هنتكلم عليها مع بعض في الوحدة دي يعتبر هو المضارع البسيط. خلي بالك بقى معايا إن المضارع البسيط يعتبر من الحاجات السهلة جدا اللي أنت درستها طبعا على المراحل، أو في المراحل اللي فاتت اللي هي أولى إعدادي وتاني إعدادي، وكمان في تالتة إعدادي درستها. طيب بس أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا اللي هو الكي بتاع الحل أو مفتاح الحل. في شوية كلمات كده أول ما تشوفهم في السؤال تعرف إن السؤال عندك مضارع بسيط. إيه الكلمات دي؟ ركز بقى معايا، عايزك تكتب معايا كده واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عن present simple اللي هو المضارع البسيط. ايه الكلمات اللي في المضارع البسيط؟ اول كلمه منهم start اللي هو يبدا، وعندي كلمه finish اللي هو ينهي، عندي كلمه leave اللي هو يغادر، عندي كلمه end اللي هو ينهي، طب عندي كلمه arrive اللي هو يصل. اول ما تشوف اي كلمه من الكلمات دي اعرف ان الراجل عايز معاك حاجه من اتنين، يا اما انت تحط حرف اس للكلمات دي، يا اما طبعا لو في حرف الاس ان انت تشيل حرف الاس. طيب كمان محتاج ان انت تعرف ان عندك don't في النفي وعندك doesn't، تمام؟ don't طبعا مع الجمع، و doesn't مع مين؟ مع المفعول. يبقى خلي بالك بقى present simple سؤال بيكون كالاتي، كلمه من الكلمات دي بتكون عندك start او finish او end او leave او arrive او land، كلمات كتيره جدا طبعا حاول ان انت تاخد بالك منهم، يا تحط الاس يا تشيل الاس، يا اما تنفي بdon't يا doesn't، يا اما تسال بdo او does. ده كان سؤال مضارع بسيط. خد بالك كمان حاجه مهمه جدا في المضارع البسيط، إن شطار دايما مضارع البسيط لما بيتكلم طبعا هنا بيتكلم عن المستقبل. الايه؟ المستقبل. المستقبل باستخدام زمن المضارع البسيط يعبر دايما عن جدول مواعيد ثابت، ودايما هتلاقي الموضوع ده في القطارات، دايما هتلاقي الموضوع ده في القطارات. اللي انا عايزك تاخد بالك منه كمان تشوف الفاعل بتاع الجمله ايه، يعني عندك مثلا هل مفرد ولا جمع، عشان يا اما تضيف الاس زي ما احنا قلنا، يا اما هتشيله، يا اما تستخدم النفي اللي احنا قلنا عليه. بعدين اتكلمنا طبعا في الوحده برضو، في نفس الوحده دي اتكلمنا عن حاجه اسمها البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. طبعا اتكلمنا عن ثلاث حروف مهمين اللي هم ان اون ات. قلنا طبعا ان تعتبر مشهوره بالشهور، اون ايام الاسبوع، وات اللي هو الساعات، ودايما الاغنيه المشهوره بتاعتنا ان اون ات شهور ايام ساعات. ولكن طبعا في شويه حاجات تاني مطلوبه منك ان انت لازم تحفظها، ودي طبعا موجوده عندك في الكتاب، فالقاعده دي عشان خاطر حفظ مش هنتكلم عليها كتير. بعدين اتكلمنا عن حاجه تاني مهمه في نفس الوحده اللي هو suggestions الاقتراحات. قسمنا الاقتراح كالاتي، الاقتراح اتنين، اول حاجه في اقتراحات بيجي معاها المصدر، وفي اقتراحات بيجي معاها الاي ان جي، اهمهم شال وي واي دونت وي، تمام؟ طب والحاجات اللي بيجي معاها ان جي هم اتنين، وات
about و how about. يبقى كده الاقتراحات كالاتي: عندي اقتراحات بيجي مع المصدر زي shall we، وعندي why don't we، وعندي طبعا الحاجات اللي بيجي بعدها ing زي how about و what about. السؤال بتاعها بيكون زي ما انت شايف كده. في حاجه بسيطه عايز اقول لك عليها كمان جت في حته الاقتراحات. الراجل اتكلمني عن حاجه اسمها ايه؟ اتكلم طبعا عن كلمه prefer وكلمه like والكلمات اللي بيجي بعديها ing. قلنا طبعا ان prefer ولايك من الكلمات المهمه جدا اللي بيجي بعديهم ing، بس بشرط ما يكونش عندك الكلمه كلمه رزله شويه اللي هي would. اول ما تيجي كلمه would عندك في الجمله اعرف ان انت مش عايز الام جي، لا ده انت عايز تو والمصدر. بمعنى يعني قلت لك مثلا I prefer هتقول بعديها going، تمام I prefer going حطينا ايه ال ing. ولكن لو قلت لك I would والاختصار بتاعها وحرف الدي ابوستروفي دي I would وقلت لك بعديها كلمة prefer، هل القاعدة بتاعتي هتمشي معايا؟ يعني I prefer زي I would prefer؟ قالك لا، ان كلمة would لو دخلت معانا على اي حاجة من prefer من كلمة like حتى مثلا معاها be it would be nice it would be nice be والصفة، قالك كل الحاجات دي هنلغي ال ing وهنلغي القاعدة بتاعتنا وناخد to زائد المصدر. يبقى تاني عندي اقتراحات بيجي مع المصدر وعندي اقتراحات بيجي بعديها ing. shall we why don't we، shall we مصدر why don't we مصدر، عندي how about what about بيجي بعديهم ال ing. واتكلمنا عن كلمة would، خلي بالك من كلمة would طالما دخلت عندك في الجملة يبقى انت محتاج to والمصدر. يبقى كده باختصار اتكلمنا عن المضارع البسيط، اتكلمنا عن ثلاث حروف اللي هما in on at، وقلنا طبعا ان دول محتاجين حفظ منك. اتكلمنا عن الاقتراحات، تعال نشوف الحاجة التانية اللي احنا هنتكلم عليها. اتكلمنا بعدين طبعا عن حاجه اسمها المقارنه والتفضيل. ناخد اول حاجه مثلا المقارنه. قلنا المقارنه طبعا بتعرف من كلمه مشهوره جدا اول ما تشوفها في الجمله تاخد مقارنه على طول، اللي هي كلمه ايه؟ اللي هي كلمه زان. طب هل كلمه زان دايما بتكون موجوده معاك؟ خلي بالك بقى هقول لك الحته دي بس بعدين لما نخلص دي. اول ما تشوف كلمه زان انت بتقسم الصفات لاثنين، يا طويل يا قصير. الصفات الطويلة طبعا والقصيرة دي بتتعد من خلال الحروف المتحركة، وأي حرف متحرك ما بتنطقش ما بتحاسبش، وأي حروف متحركة بتنطق نطق واحد. يعني مثلا لو بصينا على كلمة beautiful الصفة بتاعت beautiful هتلاحظ طبعا إن الـ E A U كلهم واحد والـ I اتنين والـ U التالت، تمام. فالصفات الطويلة دايما بنحط قبلها يا إما more يا إما less أكثر وأقل. الصفات القصيرة طبعا الـ ER ودايما بعد دول كلهم لازم يجي كلمة زان. ينفع بالعربي إن أنت تقول أحمد أطول محمد؟ ما ينفعش. كذلك الإنجليزي زي ما أنت عندك العربي ما ينفعش تقول أطول محمد على طول، لازم تقول أطول من أو أقصر من، كذلك الإنجليزي لازم كلمة زان، لازم كلمة إيه؟ زان. ولكن خد بالك عندك ويتش وهو من أدوات الاستفهام اللي ممكن تيجي في المقارنة وما يكونش في زن. على سبيل المثال لو قلت لك أيهما أطول أيهما أقصر أيهما أصغر، لازم يكون عندي أداة من أدوات الاستفهام دي. بس في حتة بسيطة لازم تاخد بالك منها، إن في الغالب بيكون عندك طرفين. مثلا هنا بقول لك which is مثلا bigger أيهما أكبر، which is older أو elder، مين أكبر أو أصغر أو زي ما يكون بقى. طيب برضو نفس الكلام هم من who is older you and or your brother أنت ولا أخوك. يبقى خلي بالك بالله عليك إن أنت عندك which أو who يجوز إنها تكون في المقارنة، بس هيكون عندك طرفين وممكن يكون بينهم or. أيهما أصغر أيهما أكبر أيهما ده ولا ده،
تمام. طيب انا شفت كلمه زن، مفتاح الجمله بتاعي اول ما اشوف كلمه زن خلاص انا هحل على طول. زن يبقى اما هروح للاي ار يا اما مور او ليس. طبعا مور او ليس مع الصفات الطويله بمعنى اكثر واقل، الاي ار طبعا بتوضع للصفات القصيره. تمام. بعدين اتكلمنا عن حاجه تانية اللي هي تعتبر غير المقارنه، بقى هنتكلم عن التفضيل. نفس الكلام، هو بالظبط، بس الكلمة اللي معايا مفتاح الحل بدل ما هي زان هتتحول تكون زه، يبقى التفضيل بكلمة ذا. طبعا عندي برضو طويل وقصير، صفات الطويلة كنا هناك بنقول مور، لا هنا هنقول موست. كنا هناك بنقول لس، لا هنا هنقول ليست. دي معناها الاكثر ودي معناها الاقل. بدل ما كنا بنقول اي ار هنقول اي اس تي، اي اس تي. طيب حاجه ثانيه بقى لازم تاخد بالك منها اللي هي الصفات الشاذه، زي جود مثلا وباد، اشهرهم جود وباد. طبعا جود وباد في المقارنه والتفضيل بيكونوا حاجه ثانيه خالص، يعني ما ينفعش تحط الاي ار، لا ده انت هتستخدم حاجه ثانيه خالص. يعني مثلا على سبيل المثال جود ممكن تبقى بيتر وبيست، بيتر وايه وبيست. وجود طبعا او باد سوري هتبقى وورس وورست، يبقى خلي بالك ان انت تحفظهم هيكون عندك في الكتاب. يبقى دلوقتي عندي اتنين في موضوع المقارنه والتفضيل، لو لقيت كلمه زان اجري على حاجه فيها اي ار او مور او ليس. طيب ذا تفضيل، اجري على حاجه فيها اي اس تي او موست او ليست. بعدين طبعا اتكلمنا مع بعض على حاجة تانية اللي هي تعتبر الـ present او الـ past continuous. اتكلمنا عن الـ past continuous اللي هو الماضي المستمر. خد بالك بالله عليك في الماضي المستمر عشان خاطر في شوية tricks كده، طبعا انت القاعدة دي واخدها من تانية اعدادي، ولكن طبعا في شوية حاجات لازم تبقى عارفها. اولا بلاحظ دايما لما بسأل طالب ايه يعني مستمر يقول لك حاجه بتحصل على طول. لا، بلاش تربط كلمه مستمر بان حاجه بتحصل على طول او حاجه بتحصل باستمرار. لا، انا عايزك تربط مستمر بكلمه او بالثلاث حروف دول الاي ان جي. اي زمن تشوف في كلمه مستمر، ماضي مضارع مستقبل مهما كان، لازم هيكون في الزمن ده اي ان جي. طيب اي حاجه فيها اي ان جي ما ينفعش تيجي لوحدها، لازم يكون في حاجه جابتها. الاي ان جي دي بنمثلها دايما يعني بالبنت اللي ما ينفعش تطلع لوحدها، لازم يكون معاها حد. تمام. فالاي ان جي ما ينفعش تعمل اي حاجه بدون ما يكون في الغالب قبلها فيرب تو بي. طب فيرب تو بي اللي هو مين؟ اللي هو خمس حاجات، 1 2 3 اللي هو ام از ار، ها اللي بعديهم واز وير. خلي بالك بقى عشان ناس كتير بتتلخبط على واز. واز طبعا عندك اي، اي شطور، كل الحاجات اللي بتيجي معاها جمع الا كلمه واز بتكون مفرد بس، خلاص يبقى اي واز. خلاص يبقى عندي فيرب تو بي ده هو خمس حاجات، ام اس ار واز وير. طب انت هنا بتقول لي ماضي، ماضي مستمر، يبقى هتاخد اكيد ام اس ار ولا واز وير؟ لا هتاخد واز وير. يبقى الماضي المستمر بيتكون من واز وير زائد الاي ان جي، يبقى خلي بالك الحاجتين دول يعتبر مهمين جدا. طيب واز طبعا مع المفرد، وير مع الجمع. طب ايه هو المضارع المستمر او الماضي المستمر؟ الماضي المستمر ليه تعبيرين، الاول هو حدث حصل في وقت محدد، دي اول حاجه لازم يكون عندك وقت محدد، ما ينفعش يكون يسترداي وبس، لا يسترداي وحاجه معاه، يعني مثلا يسترداي الساعه 5 الساعه 6 زي ما يكون. طيب رقم 2 قال لك يا اما يكون حدثين، ها الحدثين دول قطعوا بعض يا اما حصلوا او حدثوا مع بعض. طيب في ده خلاص تمام معروف ان انا طالما عندي وقت محدد، يعني مثلا قلت لك يسترداي بين الساعة كذا والساعة كذا، أو يسترداي الساعة كذا، يبقى خلاص أنا عرفت إن أنا هنا هستخدم ده. أمال بقى الحدثين اللي حصلوا مع بعض، ثبت كمان في دماغك لما أي حد يقول لك تعبير في حدثين بيحصلوا مع بعض، تعرف إن في حاجة عندك اسمها روابط. اسمها إيه؟
روابط، خلي بالك من الروابط عشان خاطر تعتبر مهمة جدا. وانا مش عارف الروابط اللي انا كتبتها دي ظاهرة في الفيديو ولا الصبورة تحت، عموما ماشي انا هكتبها فوق عشان خاطر بس مبوظش الدنيا. يبقى لازم يكون عندك روابط. الروابط دول في 3 روابط مهمين جدا 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 عندك، اللي هما as، خدهم كده كمجموعة، و just as، و أولهم while. الروابط دول اللي أنا كتبتهم اللي هما while و as و just as، اللي بيجي بعدهم دايما بيكون المستمر. بيجي بعدهم ايه؟ مستمر. طيب في رابط لوحده اسمه when، اسمه ايه؟ when. طب معلش نمسح الحته دي عشان خاطر بس ايه اعرف اكتب الباقي. يبقى كده عرفنا الماضي المستمر. الماضي المستمر هما اما حصل حدثين حصل، طبعا واحد يا اما قطعوا بعض يا اما بيحصلوا مع بعض، تمام. وهنا هنستخدم الرابط، او يكون حدث واحد حصل في وقت محدد في الماضي. الرابط طبعا زي ما انت شايف اللي هما while و as و just as. while و as و just as بيجي بعدهم مستمر. طيب ازاي تحل السؤال ده؟ افهم بقى معايا، انت اول حاجة عينك لازم تيجي عليها الرابط. الرابط بيكون فيه ليه مكانين، يا اما يكون هنا في بداية الجملة، يا اما يكون في وسط الجملة. يا اما هتلاقي الرابط هنا يا اما هتلاقيه هنا. طيب لو الرابط هنا اهو موجود، شوف الزمن اللي بيجي بعده. يعني على سبيل المثال لو هنا وايل او as او just as، خلي بالك while as just as كل اللي هقوله على واحده فيهم هينطبق على الثلاثه كلهم مع بعض. مثلا اللي جيت كلمه while وبعدها نقط، الزمن اللي هيجي بعدها ايه؟ مستمر، تمام. طب لو لقيت المستمر موجود يبقى ناقصك الناحيه الثانيه ايه؟ بسيط. الله ينور عليك، تمام. يبقى انا لو لقيت المستمر ناقصني بسيط، ولو لقيت البسيط ناقصني ايه؟ مستمر. يبقى تمام. يبقى لو النقط هنا ناقصك مستمر بيجي بعدها على طول، سواء جت في الاول او جت في النص، كل الكلام هيمشي واحد. طيب الوحيدة بقى اللي هي وين، جت في الأول جت في النص، اللي بيجي بعديها بسيط، اللي بيجي بعديها ايه؟ بسيط. طب البسيط موجود انت ناقصك ايه؟ ناقصك مستمر. طيب يبقى كده احنا حفظنا الحتة دي، وايل بيجي بعديها مستمر بسيط، مستمر بسيط، موجود المستمر ناقصك بسيط، موجود البسيط ناقصك مستمر. نفس الكلام على وين، بس خلي بالك بقى ان وايل واز وجاست از قبل ما تختار الزمن لازم تفكر شويه. يعني لو لقيت مثلا وايل هنا وموجود بعدها مستمر، لا تهدى بقى وتفكر شويه، لان انت يجوز كمان ان يكون عندك مستمر مستمر. بمعنى لو الحدثين كانوا بيحصلوا مع بعض، قلت لك مثلا while I was studying my sister was watching TV، بينما انا كنت بذاكر اختي كانت بتتفرج على التلفزيون. الحدثين هنا بيحصل مع بعض، قال لك يجوز ان هيكون مستمر مستمر. خلي بالك بقى لو عندك وايل از جاست از جه بعدهم على طول مباشر مستمر، يبقى انت ناقصك ايه؟ يا اما تاخد البسيط والحدثين هيكونوا قاطعين، يا اما هتاخد مستمر زي والحدثين هيكونوا حاصلين مع بعض. ده كله حسب الاختيارات وحسب فهمك انت. طيب حاجه تانيه لازم تاخد بالك منها، ان الروابط اللي انا بكلمك عليها دي لو جت بدون فاعل، يعني ما كانش في فعل عندك موجود، يعني مثلا عندك while و as و just as بدون فعل، يعني اهو while نقط على طول و while i مثلا، لا الاختيار هنا هيختلف عن الاختيار هنا. هنا while هيجي بعدها ing، فلنفترض مثلا ان عندي playing while playing، لكن هنا هنقول was playing. يبقى لازم was aware لما يكون عندي فعل، لكن لو ما فيش عندي فعل على طول هاخد حاجه فيها ing. يبقى خد بالك بالله عليك ان انا بتكلم النهارده عن الماضي المستمر. الماضي الايه؟ المستمر. الماضي المستمر في الروابط عندي 3 روابط ورابط لوحده، 3 روابط اللي مع بعض while as just as. عندي when، when تعتبر لوحدها وبيجي بعديها الماضي البسيط. بعدين طبعا في نفس الموضوع اتكلمنا عن المضارع المستمر و going to او المستقبل. بصوا يا شباب، اول ما تلاقي عندك كلمه من كلمات المستقبل زي مثلا next القادم او tomorrow، tomorrow غدا ونكست القادم، اول ما تشوفهم طبعا انت عايز واحد من الزمنين دول. طبعا احنا اتكلمنا المستقبل 4 اشكال، خدنا منهم الشكل الاول المضارع
البسيط اللي هو بحرف الاس، وقلنا الكلمات اللي بتيجي ستارس وفينش واند ولاند، كل دول بيجوا في المضارع الايه البسيط. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن شكلين تانيين من اشكال المستقبل، اللي هو المضارع المستمر. المضارع المستمر اللي هو ممكن يكون next to tomorrow. بص بقى، المضارع المستمر في الغالب عندك كلمة arrange. arrange يعني يرتب. طبعا في الترتيبات دايما بنستخدم مضارع مستمر. طب زي ايه الترتيبات؟ زي مثلا البارتيز اللي هي الحفلات، كل الحفلات سواء كانت حفلة عيد ميلاد، حفلة زفاف، حفلة مهما يكون اي بارتي. عشان تعرف السؤال ده خد معك am is are والing. طبعا اللي هو المضارع الايه؟ المضارع المستمر طبعا بيتكون من am is are وبعده الing. خلاص؟ يبقى لو عندك كلمة arrange، أول ما تشوف كلمة arrange خد معاك حاجة فيها ing اللي هما am is are والing على طول. طيب برضو نفس القاعدة دي، ممكن يكون عندك حاجة اسمها going to. طيب going to عشان خاطر تاخدها في الغالب بتلاقي حاجة كلمة plan. يعني ايه plan؟ plan يا شباب يعني خطة. فالخطة دايما بيكون معاها going to. طيب انا قلت لك هنا going يعني فيها ing، في ing كده تيجي لوحدها؟ لا ما ينفعش، لازم يكون عندك قبلها برضو am is are. طب واحد يقول لي استنى بس، هو انا ازاي اعرف افرق ما بين الزمانين دول ازاي؟ طبعا التفريق ما بين الزمانين دول محتاج ان انا، او التكوينين دول طبعا محتاج ان انا اتكلم ياما فيهم. بس عموما خلي بالك بقى للناس اللي فاهمه، للناس اللي فاهمه، لو am is are، او لو سوري going to دي بعدها مصدر، تعرف ان دي قاعدة going to اللي هي سوف. لكن لو going to جه بعدها اسم، تعرف ان ده المضارع المستمر. طبعا الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله هشرحه في وقت لاحق ان شاء الله، بس انا دلوقتي باخد مراجعة سريعة للناس اللي هي فاهمة وبتاخد معايا خلاص الرتوش الاخيرة طبعا عشان خاطر تدخل بيها الامتحان. تمام؟ خلي بالك بالله عليك، انت لو عندك تمور او next يجوز طبعا انت تستخدم going to اللي هو المستقبل، ويجوز طبعا تستخدم المضارع المستمر. ولكن طبعا المرد او المرجع كلمة arrange، ترتيب، اي حاجة فيها ترتيب. او ايه تاني؟ او طبعا لو اتخذت اجراء فعلي، يعني مثلا بقول لك ايه I نقط مثلا I have bought the ticket، انا حجزت التذاكر خلاص هي في ايدي، يبقى انا هنا عملت فعلا ترتيب وعرفت الحاجة دي هتحصل امتى وهسافر امتى. فبتقول ايه I am traveling، I am traveling. لكن لو قلت لك مثلا دي بلان، خطة في دماغي، يقول I'm going to travel، I'm going to a travel. بعدين طبعا اتكلمنا عن الفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط، كل حاجة طبعا هتكلم عليها واحدة واحدة، حتى لو في قواعد مثلا انا واحدة مثلا قبل واحدة عادي ما فيش مشاكل، كلها هتكلم عليها ان شاء الله. المضارع التام اللي هو البرفكت، واتكلمت طبعا عن السيمبل، سيمبل باست او الباست سيمبل. طبعا خلينا نتكلم عن امتى اخد مضارع تام. طبعا المضارع التام فيه حاجتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، اللي هما have و has. اول ما تشوف have او has انت محتاج التصريف الثالث للفعل، زي ما اتكلمت وقلت لو في عندك am is are انت محتاج ing، نفس الكلام هنا. طبعا لو عندي have او has دول انا بحتاجه دايما معايا التصريف الثالث للفعل. طيب يبقى عندي have او has، انا مغمض كده اختار لهم التصريف الثالث للفعل. طيب الكلمات اللي انت اول ما تشوفها تعرف ان ده برضو مضارع تام، عندك since، عندك for. since و for نتكلم عليهم بالمرة طالما معدين. for طبعا بيجي بعدها مدة كاملة، و since طبعا بيجي بعدها مدة محددة. وبرضو انت محتاج كده شوية حاجات لازم تاخد بالك منهم وتحفظهم، يعني في since و for ده يعني بص بس في الكتاب شوف ايه الحاجات اللي بتيجي مع سينس وايه الحاجات اللي بتيجي مع فور، او طبعا ممكن انت تكون حافظه ومعرفه. بس الحاجه اللي انا عايز اكد لك عليها ان سينس خد بالك ان بيجي بعدها جمله ماضي بسيط، ده اللي بيتكرر دايما. سينس بيجي بعدها جمله ماضي بسيط، ودي الحاجه اللي بتتكرر ودي اللي باكد عليها. تمام؟ يبقى فور كده مده كامله، سينس مده محدده، وخلي بالك ان سينس بيجي بعدها جمله ماضي بسيط. طيب اتكلمنا كده عن البرفكت، تعال نتكلم عن السيمبل. ايه الفرق ما بينه وما بين ايه؟ ما بين البرفكت. الماضي
البسيط هو حاجة حصلت وانتهت، ملهاش أي علاقة بدلوقتي. لكن المضارع التام هو حاجة حصلت في الماضي وما زالت طبعا، أو الأثر بتاعها ما زال موجود لغاية دلوقتي، أو ربما طبعا انتهت من فترة بسيطة. طبعا المضارع التام أنا شرحته واتكلمت عليه تفصيلا في منهج أولى ثانوي، لو أنت مشفتش الفيديو حكيته كده بقصة، قصة جميلة اللي هي قصة موسى، ارجع عليها عشان خاطر تشوفها. طيب عشان خاطر تختار تام ولا بسيط، أول ما يكون عندك وقت محدد، زي مثلا كلمة yesterday، زي كلمة last، زي كلمة ago، yesterday last ago، اعرف ان انت عندك جملة ماضي بسيطة. ما عندكش دول، ما عندك مثلا since او for، او عندك have has، عندك مثلا yet already، خد على طول جملة ايه، جملة مضارع تام اللي هو have has تصريف ثالث للفعل. طيب خد بالك بقى من حتة كده عايز اقولها بسيطة، yesterday موقعها فين ولاست فين واجو فين؟ yesterday ممكن تيجي في البداية بداية الجملة او النهاية، بس احنا خلينا نركز على كلمة النهاية، نهاية الجملة. طيب last لازم يجي بعدها فترة، فترة زمنية، فترة تكون هي last year last week last month، اجو طبعا الفترة هتكون قبلها، قبلها فترة، مثلا years ago days ago زي ما يكون. طيب انا كتبت جملة والنقط عندي في الاخر، مين اللي ينزل؟ يجوز ان انت تاخد yesterday ويجوز ان انت تاخد ago اللي بيجوا في الاخر، لكن لاست طبعا ما ينفعش تيجي في الاخر، لان لاست قلنا بعديها هنا لازم يكون في فتره. طب ناخد مين فيهم؟ بص يا سيدي، فلنفترض ان عندي اجو، اجو لازم يكون قبلها فتره، لازم يكون قبلها فتره. طب لو في فتره موجوده ينفع تاخد يسترداي؟ قال لك لا، لان يسترداي لا يجوز ان يجي بعديها فتره، ما ينفعش اقول مثلا 3 days yesterday، لا ما ينفعش، ممكن 3 days ago خلاص، يبقى ما ينفعش ان yesterday تيجي قبلها فتره، لازم هي تكون نهايه الفتره خلاص، يعني هي الفتره الوحيده، لكن ago لازم يكون قبلها فتره. تمام، يبقى ده خلي بالك منهم لو جه فين، في الاخر، لو عندك في الاخر. طب ايه تاني ممكن يجي في الاخر؟ ممكن يجي في الاخر yet، وممكن يجي في الاخر already، جيت ممكن تيجي في الاخر واوريدي ممكن تيجي في الاخر. طيب شروط يت انها تيجي في الاخر، لازم يكون قبلها نفي او تكون سؤال، يبقى يت عشان تيجي في الاخر لازم يكون قبلها يا اما نفي يا اما سؤال. طيب اوريدي، اوريدي ليها مكانين، يا اما في النص يا اما في اخر الجمله. طيب افهم معايا بقى الحته دي، كده احنا خلصنا من يسترداي، قلنا يسترداي ولاست واجو، اكتب الملاحظات دي، دول طبعا بيدلوا لي على السيمبل اللي هو المضارع او الماضي البسيط، وطبعا يسترداي ما ينفعش يكون معاها اي مده وتيجي في بدايه الجمله او نهايه الجمله عادي، لاست طبعا لازم يكون بعدها فتره، وطبعا اجو لازم يكون قبلها فتره. طيب تعال نتكلم على اوريدي ويت. طبعا اوريدي ويت من الحاجات اللي بتدل على المضارع التام، عندي جمله فلنفترض دي الجملة، النقطة اللي ناقصة في النص، ما ينفعش تيجي غير كلمة already خلاص، لو النقطة عندك في النص ما ينفعش لو يكون غير كلمة already، النقطة عندك في الآخر يجوز اتنين يت ويجوز برضو already، لو عندك هنا نفي أو كان في سؤال علامة استفهام يبقى خد يت على طول وانت موجود. طيب لو ما عندكش ولا دي ولا دي خلي اوريدي في الاخر خلاص، يبقى كده لو عندي النقط ناقصه في النص والاختيار ما بين اوريدي ويت خد اوريدي على طول، لكن لو الاختيار طبعا النقط كانت في الاخر استنى بقى، عشان خاطر انت يجوز تاخد الاثنين، يجوز تاخد يت ويجوز تاخد اوريدي، لو في نفي او سؤال يت، لو ما فيش يبقى هتاخد ايه اوريدي. يبقى خلي بالك من الكلمات دي عشان خاطر مهمه جدا جدا جدا. طيب حاجه ثانيه عايز اقول عليها، بما ان احنا في القاعده دي، طبعا احنا اتكلمنا عن سنس، وانا طبعا ركز معايا، سينس بيجي بعديها مثلا وقت محدد، وان في الماضي البسيط بيجي بعدها وقت محدد في الماضي. طيب رحت انا جيت مثلا كتبت لك 2010 وعملت لك نقطة قبل وقلت لك في الاختيارات سينس، وقلت لك مثلا ان، طب انت لو حطيت ان هنا ماشي، ولو حطيت سنس هنا ماشي، هقول لك منذ 2020 و
ان 2020 او 2010 عادي جدا، مفيش اي مشاكل. طب نعمل ايه هنا؟ ها سهله جدا، ارجع لاول الجمله، شوف لو عندك ماضي بسيط يبقى انت عايز ايه. عندك ماضي او مضارع، سوري مضارع تام، يبقى انت عايز مين؟ عايز سنس. يعني لو قبلها كان فيها هاف هاز يبقى انت عايز سنس، قبلها طبعا كانت حاجه فيها ايدي يبقى انت عايز ان. خلاص يبقى الموضوع سهل، ما يلخبطكش، خلاص الموضوع سهل جدا جدا جدا. خد بالك بقى كمان من جمله الماضي، يجوز ان سنس تاتي بعدها جمله ماضي، ويجوز كمان ان وين ياتي بعدها جمله ماضي للتعبير عن الماضي البسيط. يعني مثلا وين اي واز يونج، تمام؟ يبقى خلي بالك بقى ان سينس وين يجوز الاثنين يكون بعدهم جمله ماضي بسيط. المرد والمرجع ايه؟ هتبص برضه في اول الجمله، لو كان عندك اول الجمله كان ماضي بسيط يبقى انت عايز وين، لو طبعا عندك مضارع تام يبقى انت عايز مين؟ عايز سينس. بعد كده طبعا اتكلمنا عن قاعده مهمه جدا جدا وتعتبر ابزلهم نزل جدا، القاعده دي اللي بعد الطلب اللي هي ماست وهاف تو، طبعا هتاخدها تاني في الثانوي فخلي بالك منها. ماست هناخد كل الملاحظات بتاعتها، هاف او هاز معاهم تو، بعدين شود، وطبعا اتكلمنا اخر حاجه عن مايت. ركز بقى معايا بالله عليك في القاعده دي عشان خطورتها تعتبر مهمه جدا، هقول لك شويه ملاحظات عشان تخلص من الاسئله بتاعته. اللي يهمك في ده كله يعني انت لازم تكون عارف المعنى الاول. اولا طبعا ماست الزام، حد خارجي، سلطه اعلى حاجه هي بتتكلم، مفيش حاجه فوقها، فهي بتقول يا اما تكون نصيحه قويه. طيب هاف تو هاز تو حاجات ترجمه كده في دماغك اللي هو مضطر، المضطر يركب الصعب، تمام؟ فالمضطر ده طبعا بيعمل حاجه غصب عنه، في الغالب هو ما بيكونش حابب. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انت بتصحى المدرسه الساعه 7 وانت كاره، زي ان انت بتروح الشغل وانت كاره، زي ان انت بتذاكر غصب عنك وانت كاره. طيب لما تلاقي عندك كليه مثلا حاطه شروط معينه عشان خاطر القبول او الالتحاق، عشان تذاكر او عشان خاطر تدخل كليه الطب لازم تبقى كويس في الميرز في الساينس مثلا والماث والحاجات دي كلها، فدي طبعا الكليه حاطه القانون ده، فانت اصلا مش حابب القانون ده، فعشان كده طبعا هاف تو هاز تو طبعا يكونوا معاك، طبعا هاف مع الجمع وهاز مع الايه؟ مع المفرد. بس خد بالك بقى ان النفي بتاعهم بدونت ودوزنت، هقول لك ليه دلوقتي. طبعا ماست النفي بتاعها ماست، وشود النفي بتاعها شودنت، ومايت مايت نوت، لان دول يعتبر افعال ناقصه، لكن في الغالب ان هاف تو هاز تو بيعتبر افعال مركبه، عشان كده بنبص الزمن بتاعهم ايه وننفيهم من زمنهم. يعني هاف تو هاز تو تعتبر زمن مضارع فبننفيهم بدونت ودوزنت، تمام؟ لكن هاد بقى اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي الماضي بتاعهم، لما بنيجي ننفيها بننفيها ديدنت. طيب خد بالك ان كل النفي بتاع دول دونت ودوزنت وهو وديدنت بيشترك معاه هاف تو، ليه؟ لان انت عايز المصدر، فالمصدر اللي هو هاف تو، عشان بعض الطلبة يقول لك هي ديدنت، او مثلا في السؤال يقول لك ديد هي هاز، لا ما ينفعش ديد هي هاف. طالما شفت حد من عيلة دو اللي هي دو دوز ديد، خد الفعل في المصدر انت مغمض اللي هو هاف تو. خلاص امتى قلنا نختار هاف تو هاز تو؟ لما يكون عندي حاجات انا مضطر ان انا اعملها وانا مش حابب، يعني مثلا زي الكليه حاطه دايما بتيجي لك في الاسئله بتاعت الكليات، يقول لك مثلا هي الدكتور جالها ان هي لازم تلبس نظاره عشان خاطر مثلا عينها، فطبعا هي مش حابه انها تلبس نظاره، فعشان كده طبعا بتقول هاف تو او هاز تو او طبعا دونت او دازنت على حسب السياق بتاع الجمله. امال هاد امتى؟ هاد لما تلاقي كلمه يسترداي اللي هي الماضي. خلاص لما تلاقي كلمه يسر دي انت خد هذا على طول، نفس القاعده دي بالظبط، ما يسري عليها يسري على دي، ولكن طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في المضارع، لا في دي بنتكلم في الماضي. امتى نستخدم ماست؟ هو في الغالب لما انت تكون سلطه عليا، بس الكلام ده مش عندك في ثالثه اعدادي طبعا. انت لو ما يجوزش ان انت تستخدم دول استخدم دي. طب اريحك برده كمان في شويه كلمات كده، اول ما تشوفهم خد ماست او ماسنت على حسب، بس في الغالب ماسنت. اول ما تشوف اتس فوربيدن، فوربيدن يعني محرم، لما تشوف كلمة فوربيدن محرم أو أجينست، تبقى فين مثلا هنا أهو أجينست ذا لا،
اجين الظلال اللي هو ضد القانون او عكس القانون، يبقى تعرف ان طبعا الكلمتين دول بياخدوا نص انت على طول، يبقى اجين الظلال او اتس فوربيدن. طيب شو ده شدد؟ شو ده شدد يعتبر اخف حاجه في النصايح. طبعا انت بتنصح مجرد رايك انت الشخصي، واللي قدامك طبعا مش ملزم ان هو يعمل الحاجه دي، هو مجرد رايك انت الشخصي، يعتبر اقل صيغه فيهم شد، والنفي بتاعها شودنت. شو ده شودنت؟ بعدهم مصدر مايت هاف تو هاز تو ماست مصنت، كله بعديه الفرف مصدر، يشتركوا في الحته دي. طيب مايت امتى تستخدم مايت؟ مايت تعتبر اكتر حاجه واضحه فيهم وظهر اول ما تلاقي مستقبل. يعني مثلا واحد بيقول لك والله احنا وي هافنت ديسايدد يت، احنا مثلا ما قررناش، تمام احنا لسه ما قررناش الحاجه دي. فطبعا طالما انت لسه ما قررتش فاكيد الحاجه دي لسه هتحصل في المستقبل، فبتقول ربما. ايه تاني؟ لما تلاقي كلمه not sure، يعني لست او لست، ما فيش تاكيد، not sure اللي هو ليس متاكد، فا او probable من المحتمل، فده كله بتاخد معاه كلمه might. النفي بتاعها طبعا اللي هو might not. يبقى خلي بالك بقى القاعدة دي هي ليها شرح، وليها شرح طويل جدا، بس زي ما قلنا احنا مجرد بس بناخد اختصارات عشان خاطر نفهم الغالب الاسئلة بتاعت الامتحانات ازاي. طبعا لو انت شايف عايزين نشرح بتعمق اكتر عشان وقت الفيديو بس، ممكن تكتب لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هنحاول نشرح اكتر. يبقى دلوقتي الكلام ده must have to has to، الماضي بتاعهم اللي هو had to، ويشتركوا طبعا كلهم في have to لما يكون عندي نفي don't doesn't didn't، او سؤال do does did. طبعا should shouldn't might عشان خاطر تاخد might، not sure مش متأكد. طيب اجين الظلاء ضد القانون هتاخد معاها mustn't، it's forbidden هتاخد معاها برضو نفس الكلام هتاخد mustn't. لما يكون عندك حاجة مضطر ان انت تعملها يبقى هتاخد مين؟ have to. طيب حاجة تانية برضو عايز اكد عليها، لما تلاقي كلمة Friday وholiday، خلي بالك معايا في الحته دي، لما تلاقي كلمه فرايداي اكتب الكلام ده فراي داي، والهوليداي الاجازه، ويوم الجمعه الاجازه ويوم الجمعه، على طول على طول انت المفروض ما تعملش حاجه فيهم، يعني الحاجه لازم تكون نفي، يبقى الحاجه اللي معاك لازم تكون ايه؟ منفيه. دي اول حاجه. طب منفيه بايه؟ يا اما don't have to يا doesn't have to. طب ليه يا سيدي؟ هقول لك ليه. في حته طبعا انا ما اتكلمتش عليها هنا، في حاجه اسمها الخيار، ان انت مخير ولا مش مخير. طبعا الاثبات غير النفي، بس انا مش هشرح الحته دي عشان انت ما تتلخبطش، لان الحته دي طبعا اكبر من منهجك شويه. ولكن لما حد يقول لك don't have to او doesn't have to، معنى كده ان هو بيقول لك لا يجب او انت مش مضطر ان انت تعمل الحاجه دي، ولكن يترك الخيار ليك. بمعنى انت مش مضطر ان انت تصحى بدري يوم الجمعه، مش مضطر ان انت تشتغل مثلا او تصحى بدري في الهوليداي، ولكن الخيار ليك. لو عايز تصحى وين ليه يعني ما تعملش كده، عادي جدا براحتك خلاص. يبقى الموضوع كله راجع عليك انت. ده اختصارا اسئله وازاي تختار من ماست ومصنت وهاف تو هاز تو شود شودنت ومايت. طب القاعده بقى الاخيره اللي هي ناس كتير طلبتها برضو، قدره. طبعا اتكلمنا عن قدره، وقلنا طبعا كلمتين لازم ناخد بالنا منهم، اللي هي able to، able to اللي هو معناها قادر على، طبعا to هنا معناها على، بيجي قبلها لازم حاجه من اتنين، يا was يا were. طبعا دول بيكملوا بعض عشان تبقى عارف. التانيه بقى رقم اتنين اللي هي could. من الملاحظ طبعا ان كود الماضي من كان، كان في المضارع يستطيع، وكود استطاع في الماضي. طيب able to لو قبلها is or او am is or يبقى ده يعتبر ايه؟ يعتبر مضارع. لكن هنا was where برضه ماضي، يبقى هنا كود was able to و where able to. طيب وعايز يسألني يقول لي امتى دي وامتى دي؟ بص يا سيدي انا يعني هي ليها شرح، كود امتى واز وير ايبل تو امتى، طبعا القدره بشكل عام والقدره طبعا بشكل محدد، طبعا مش هنتكلم عن الحاجه دي. ولكن طبعا اللي انا هقوله لك ان انت لو عندك ايبل تو محتاجه واز وير، عندك واز وير محتاجه ايبل تو، ما عندكش الاثنين يبقى محتاج كود. ده تلخيصا للموضوع او تلخيصا للحوار. ولكن طبعا هو في طبعا معنى ان طبعا كود تتكلم عن القدره بشكل عام، واز وير ايبل تو تتكلم عن قدره بشكل محدد.
على سبيل المثال مثلا قلت لك when I was young I could swim، لما كنت صغير مثلا I could swim، كنت سوم في اي مكان بقى، ترميني في اي مكان، في البحر، في الطشت، في البانيو، في اي حاجه هعوم. لكن was I able to، طبعا بشكل عام كنت بسبح فين؟ في الريفر نايل مثلا، في نهر النيل، في الكنال مثلا، في الترعه بتاعتنا، خلاص. يبقى دي بشكل عام بشكل محدد، بس سيبك من الكلام ده، انت خليك بس was where معاها able to، مش موجودين، خلاص خد كود. طب ايه تاني؟ خلي بالك هنا تو فعل في المصدر، كود فعل في المصدر، اي تو في المنهج بتاعك في الغالب بيجي بعديها فعل في المصدر الا اتنين. الاتنين دول اللي هما look forward to، look forward، تمام، look forward to يجي بعدها ال ing، وطبعا in addition to. طبعا احنا في شويه ملاحظات طبعا هناخدهم ان شاء الله في الحل، احنا دلوقتي بناخد مراجعه كده سريعه، ولكن في حاجات هناخدها في الحل ان شاء الله مع بعض على الباوربوينت. في شويه ملاحظات طبعا اللي هي امتى، وير، امتى، وين، المكان، يبقى اتكلمنا على الحاجات دي، وبيكوز امتى، وسو امتى، وسنس، كل ده هنتكلم عليه ان شاء الله في الحل، ولكن مش في شرح هنا. قلت لك اي تو طبعا بيجي بعديها الفعل في المصدر الا ان اديشن تو، ان اديشن تو اللي هي بالاضافه الى، بتساوي ممكن كلمه اند و also كل الحاجات اللي هي بتدللي على ان في اضافه في الجمله بتاعتي. لكن look forward to looks كده على بعض اسمها يتطلع الى، وبيجي بعديها ال ing، ال ing. فبالله عليك ركز، دي كانت مراجعه سريعه على اغلب الحاجات اللي عندك ذكرت في المنهج، هو مش مراجعه دقيقه جدا، ولكن للناس اللي هي مذاكره فاهمه كويس، دي تعتبر تلخيص لدماغك كده، وبنعمل اوفر فيو على الحاجه كلها او على المنهج كله. فان شاء الله باذن الله هنشرح تاني وهناخد تطبيقات تاني، بس عشان ما اطولش وقت الفيديو، عشان ايه؟ تحصل على اكبر استفاده. ما تنساش طبعا ان تتابع الفيديوهات اللي جايه طبعا ولايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض شويه مراجعات تاني، لان يعني الى حد ما في شويه وقت كده هنحاول نخصصهم للناس اللي هي بتاعت تالته اعدادي، او طبعا الناس الاكبر منها، هنشوف ان شاء الله على حسب بقى اللي محتاج اكتر ان شاء الله. بتمنى الفيديو يكون يعني كويس، بس ان شاء الله هنشرح لسه فيديوهات تاني، فركز في الحاجات اللي انا بقول لك عليها طريقه الحل. ولو حابب ان انت حاجه معينه بشكل محدد ان انا اشرحها، قول لي عليها ان شاء الله، ونحاول ان احنا نعملها بشكل اكبر. بس احنا بناخد كده بوطوف، بحاول اشرح سريع مش عشان حاجه، ولكن طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش، وعشان خاطر الناس ايه ما تحسش بملل. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.